دكتور محمد من كفر الشيخ اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور محمد. بداية جزاكم الله كل خير وكل الشكر والتقدير لحضراتكم. يعني على راس انا عايز يعني اسال حضرتك وتوجه لوالدتي رسالة، لان والدتي زعلانه مني. والدتي الشر. زعلانه مني بعد الشر، عشان ده شر. يعلم ربنا، يعلم ربنا مدى حبي الشديد لها، لان الست دي كفحت وتعبت، يعني مش عايز اقول لحضرتك يعني، وضحت كتير يعني. والدي كان باني بيت وعامل لكل اخ من اخواتي او كل واحد من الصبيان شقه بحيث يتجوز فيها. انا ليا شقه وليا اخوات تانية لي شقه، وفي اللي اتجوز بره الى غير ذلك يعني. مفهوم. انا شقتي تزوجت فيها ومتجوز انسانه كفيفه، والحمد لله انجبت طفلين، والست يعني ما شاء الله لا اشعر ان هي كفيفه او في اي حاجه، والحمد لله ربنا كرمني وسافرت بره، قعدت 10 سنين كأستاذ مساعد في إحدى الجامعات السعودية، ولما جيت واستقريت يعني اشتريت شقة في مكان تاني بحيث يبقى قريب من الخدمات، ولادي لسه في مدارس، وأنا اتجوزت آخر واحد في إخواتي يعني الصبيان. ليه؟ لأن طبعا يعني إيه، الحمد لله يعني كل واحد بقى ظروف أو كده. سؤالي دلوقتي، والدتي عايزة الشقة اللي أنا تزوجت فيها، فيها اللي هي والدك كان كاتبها لك ولا هي كان؟ لا مش كاتب، لا هو مش كاتب، هو إيه؟ كاتب البيت، كاتب البيت باسم والدتي وكل اخ. يعني البيت ده، يعني البيت ده دلوقتي كله باسم والدتك. باسم والدتي. احنا يعني قلنا احنا انتوا 5 اخوات قلنا ولا 4؟ لا لا، احنا 4 صبيان وست بنات. يعني انتوا 10. أيوة. الصبيان خدوا شقه، الصبيان خدوا شقه عشان يتجوزوا. أيوة فيها، عشان يتجوزوا فيها. وانا والبنات اتجوزوا في بيوت، في بيوت ازواج، في بيوت ازواجهم. الحمد لله يعني في كويس. والدة حضرتك دلوقتي، والدة حضرتك دلوقتي بتقول لك رجع لي الشقه بتاعتي، سيب لي الشقه، انا عايز الشقه يعني، او كلام من ده. فحصل ايه بقى؟ عشان لسه السؤال، ما هو لسه فين الزعلايه بقى؟ فين الزعلايه؟ ان انا قلت لها الشقه دي انا تزوجت فيها، وانا دلوقتي استقريت هنا، وانا غير معين يعني او كده، ودي طبعا يعني والدة عاملها لي، وانا ما اضمنش ظروفي بعد كده. فبعدين لان انا عندي ولدين وكده. فالسؤال بقى، فهي عايزه الشقه وانا متمسك بالشقه لانها من والدي الله يرحمه او كده. اجاوب حضرتك يا دكتور محمد. اتفضل. بص يا دكتور محمد، انا شايف حاجه واحده تتعمل، اطلب من والدتك اللي انت عايزه بحب، ما تطلبش من والدتك اللي انت عايزه بفرض. هي دلوقتي والدة حضرتك، ايه المشكلة اللي عند والدة حضرتك؟ المشكلة اللي عند والدة حضرتك دلوقتي ان هي حست شوية ان انت خرجتها من حساباتك، وحست شوية ان انت مهتم ببيتك وعيالك اكتر ما انت ملتفت اليها، فقالت لك بدل هو كده، طب رجع لي بقى شقتي. عايزين نقول الحكم الفقهي ان الشقه شقتها، البيت بدل والدك كاتبه ليها فالشقه شقتها. وكون حضرتك بتقول ان هي من ريحه والدك ده كلام لطيف، بس نحط النقط على الحروف الاول، ان هي والدك نقل ملكيه هذا البيت لها، وانت كنت منتفع بهذه الشقه، فهي صاحبه فضل، فلازم تشكر على ان هي سابتك قاعد في الشقه دي، فأول حاجة تمتن ليها. الحاجة التانية، إياك تقارن ما بين معاملتها ليك ومعاملتك بمعاملتها لباقي إخواتك. العلاقة بينك وبين والدتك علاقة بينك وبين والدتك، مش بينك وبين إخواتك ووالدتك، هي بينك وبين والدتك وبس، ده لازم تفهمه. طيب لما تحس بده بقى هتحس إن هي صاحبة فضل، فتعمل إيه؟ تمتن ليها وتشكرها وتتعامل معاها. انت حضرتك مش مطالب ان انت تيجي تقول لها والله دي فلوسك وانا ليا حق في فلوسك، لا انت مالكش حق في فلوسها. يبقى ايه اللي حاصل؟ طيب خاطرها، ده رايي، طيب خاطرها واطلب منها واطلب منها بود، واطلب منها بحنيه. هي مش هتقدر تسيبك اذا كنت انت محتاج، لكن هي اذا طلبت ده املا قلبك كده ان ده حقها، وتعامل معها بالرضا، وإذا كنت محتاج ده اطلب منها برفق، واطلب منها وانت بتخاطب فيها الأمومة، مش بتخاطب بيها العدالة والسواسية، لا ده مش هو ده الصح،
ومش هو دوت اللي ربنا سبحانه وتعالى يقبله.